ربما يبهرك الوهم البصري الأول الذي سأعرضه عليك إلى حد كبير. انظر إلى المكعبات هنا، تبدو الأشكال بمختلف تدرجات اللون الرمادي، لكن إن أمعنت النظر سترى شكلاً متحركاً على كل واحد منها. عندما تتحرك يمكنك رؤيته بوضوح، لكن عندما تتوقف فإنها تتماهى بشكل مثالي مع المكان الذي توجد فيه. تكمن الخدعة في التدرج اللوني، ليست الأشكال موحدة اللون وتخدعك حتى تصدق أنها بمختلف التدرجات اللونية، بينما هي في الواقع متشابهة تماماً. والحواف البيضاء من الأعلى والأسفل تساعد في إنجاح الخدعة. لننتقل الآن إلى الوهم البصري الثاني، وله اسم هذه المرة، وهم جدار المقهى. ظهر هذا المصطلح لأول مرة في سنة 1898، لكنه حظي بشعبية كبيرة بعد مرور قرن تقريباً، عندما اكتشف في جدار مقهى في بريستول بإنجلترا. سيجعلك البلاط على الجدران تعتقد بأن الخطوط عليه مائلة، لكن إن أمعنت النظر ستلاحظ أنها مستقيمة تماماً. يظهر هذا التأثير بفضل طريقة رص البلاط. تلك البلاطات البيضاء والسوداء لا توضع فوق وتحت بعضها البعض، مما يجعلك تعتقد أنها غير مرتبة، لكنها في الواقع مرتبة بشكل ممتاز من أجل خداعك. والآن نمر إلى نفق سيجعلك ترمش بعينيك كثيراً. أمامك مباشرة مربع، لكنه ليس مربعاً في الواقع. أم أنه كذلك؟ يشبه الهرم أكثر، ألا توافق؟ أوه، عيناي تتألمان. عموماً سيجعلك وهم بصري من هذا النوع تتساءل عما تراه أمامك بالضبط. يكمن السر في الأشكال التي صنع منها. إن كان يتكون من خطوط غير متقطعة سترى مربعات بسيطة تزداد حجماً بشكل تدريجي، لكن وجود فجوات في الزوايا يجعل الصورة بأكملها تبدو كالهرم بفضل الزوايا الوهمية تلك. وأخيراً احصل على بعض الراحة لعينيك، فنحن على وشك خوض التحدي التالي. في الرواق التالي لا تحاول تأمل الجدران، فقد وضعت للزينة فقط. هذه المرة سنسافر فوق الوهم البصري مباشرة. إنه شريط موبيوس. تتمثل مفارقة هذا الشكل في أنه لا يملك سوى جانب واحد فقط. من الناحية التقنية يعد سطحاً مستوياً بدون جزء علوي أو سفلي. يصنع الشريط من حلقة، وعندما يلتقي طرفاها ينقلب الشريط ويكمل. أينما كنت واقفاً عليه ستظل دائماً على جانبه الوحيد الذي يعد أعلاه وأسفله في كل وقت. أعلم أنه يصعب فهم كل هذا، ولتسهيل الأمر سأخبرك بأن شريط موبيوس هو بالأساس جسم ثنائي الأبعاد في فضاء ثلاثي الأبعاد. هل هذا أفضل؟ كلا، كما توقعت. عموماً لننتقل إلى التالي، استعد، فهو ليس سهلاً كما يبدو. هل رأيت البلاط على الجدران؟ هناك شكل مستدير ومنتفخ في المنتصف. لربما خمنت مسبقاً أنه لا ينتفخ على الإطلاق. الأمر منوط بما تنظر إليه، لكن الوهم البصري ليس في هذه الجزئية، وإلا لكان واضحاً أمام الجميع. صحيح؟ عندما تتحرك عبر سكك يمكنك رؤية النمط يتحرك أيضاً، والشكل المستدير في المنتصف يحوم فوق الأرضية بقليل ويتحرك بشكل منفصل عنها. سيتضح الأمر أكثر إن استبدلت المربعات بمستطيلات، أفقية في الخلفية وعمودية داخل الدائرة. لا يمكن لأعيننا رص مثل هذه الأشكال المختلفة معاً. ربما يكون الوهم البصري التالي الأقدم على الإطلاق. استراه في عدة تصاميم اليوم لدرجة أنك لا تشك في أنه وهم بصري. انظر إلى الجدران في هذا الممر، يبدو أن النمط يتقاطع مع نفسه. الأشرطة الزرقاء تمر فوق وتحت الأشرطة السوداء والبيضاء، لكن من الواضح أن هناك مستطيلات مختلفة الأحجام مرسومة على الجدران، لأن النمط ليس ثلاثي الأبعاد. النمط التالي هو نسخة أخرى منها. الخطوط تتقاطع فتشكل شبكة، لكن الظلال والأشكال السداسية السوداء تخلق وهماً ثلاثي الأبعاد أكثر وضوحاً. تبدو الأشرطة الصفراء والوردية كأنها تلتف على بعضها البعض، والنمط الأخير هنا يشعرك بأنك في سلة قش. تتكون الأشرطة الأفقية والعمودية من خطوط منفصلة، وتجعلك الظلال تصدق أنها تسير فوق وتحت بعضها البعض، فيما تساعد الفراغات السوداء في الزوايا على إنجاح الخدعة أكثر. والآن انظر إلى الجدران مجدداً، لا خيار آخر ها؟
والآن لن تفهم شيئا هنا، لكن في الجدار التالي ها هو ذا. هل ترى النمط يتحرك مثلنا؟ إن خمنت أنه لا يتحرك في الحقيقة فأنت على حق. الألوان الزاهية والمتباينة لهذا النمط تفقد عينيك التركيز، فهي تحاول الاندماج مع الأشكال، وهنا يظهر الوهم البصري. حين يتغير اتجاه النمط فجأة يمكنك رؤيته يتحرك. وفي هذا الرواق يمكنك رؤية مناطق ومكعبات زرقاء بزوايا ناقصة. في الزوايا العلوية هناك مكعبات بالتأكيد، أليس كذلك؟ حسناً، يعتمد ذلك حصراً على الزاوية. عندما نقترب ونغير مجال الرؤية تتحول المكعبات إلى مناطق مسطحة مع مكعبات أصغر بداخلها، والعكس صحيح، وتكمن الحقيقة في المركز. إنه مجرد تلاعب بالظلال، وجميع الأشكال هنا مسطحة. لا داعي للنظر إلى الجدران، فهذه المرة كل شيء موجود أمامك مباشرة. هل ترى ذلك الشكل من بعيد؟ يبدو كسطح طاولة مائل مع ثقل على جانبه الأيسر، لكن إن نظرت إليه من بعيد سترى أن الجزء العلوي مستوي تماما. يظهر ذلك الانحدار بفضل الأشرطة التي تمتد في اتجاهات مختلفة. إنك تتوهم كل شيء. ونكمل، لكنك قد لا تجاريني هنا. يبدو ترتيب المربعات السوداء والبيضاء على الجدار عشوائيا تماما، لكنه ليس كذلك في الواقع. إن دققت النظر سترى شيئا مكتوبا على الجدران، أو يمكنك النظر عبر هذا الزجاج الباهت الذي وضعته من أجلك. ستواجه صعوبة في محاولة قراءة النص دون مساعدة بسبب التباين الشديد وتطابق حجم الرقع البيضاء والسوداء. لن تدرك عيناك أي ظلال يقترن بكل رقعة حتى تعصرهما جيداً، لكن ما إن ترى الكتابة لن تتمكن من تجاهلها. حاول النظر إلى الجدران بينما نمر عبر الزجاج في طريق الخروج. في الرواق التالي ركز على الألواح الكبيرة. هل ترى الخطوط العمودية الحمراء؟ هل هي متوازية أم لا؟ إن أجبت لا فانظر مجدداً وركز أكثر. نظراً لأن الخطوط الخارجة تمتد في جميع الاتجاهات ستبدو الحمراء كأنها منحنية، لكنها في الواقع مستقيمة تماماً. عليك إزالة الخطوط السوداء في ذهنك وستراها، وكمكافأة إضافية ستربك المربعات التي ذكرتها آنفاً عينيك حتى تصدق بأنها مستديرة بينما ليست كذلك في الحقيقة. والآن يبدو هذا كمشهد من فيلم رعب مروع. يبدو أن الأشكال التي تراها على الجدران تتحرك، لكن هذا مجرد وهم بصري آخر. الشيء الوحيد الذي يتحرك هنا هو الخطوط العمودية في النمط، وأثناء تنقلها تكشف وتحذف أجزاء مختلفة من الأشكال تحتها، فتخلق الحركة وهماً بصرياً بأن الأشكال تتحرك. يمكنك تجربة هذا بنفسك بورقتين فوق بعضهما البعض. احرص فقط على تحضير كلتا الطبقتين كما يجب. وهنا نجد أنفسنا في غابة رمادية. الوهم البصري الذي تبحث عنه موجود حولك. انظر إلى الجدران والأعمدة. هل رأيت الأشرطة العمودية؟ بفضل التدرج اللوني للخلفية تبدو كأنها تغير من لونها بشكل تدريجي، لكن هذا خداع. إن حذفنا الخلفية سترى بنفسك أن الأشرطة موحدة اللون بدرجة من الرمادي. لا يمكن لأعيننا تمييزه، لكن هذا منطقي تماما. ستبدو درجة الرمادي أفتح أمام خلفية داكنة، والعكس صحيح.